هذه طرقات فنلندا الشمالية، ما شاء الله بحيرات كثيرة وسط الأشجار. في بين موقع وموقع مخيمات. حاولت كم مرة أدخل، بس شنو المشكلة؟ إن في زرع، عرفت، في مثل حشائش وزرع، أنا ما أدري متى بداية الماي، فأخاف أروح بالدراجة تسقط في أحد المواقع ولا شيء. يعني شوف الموقع كله حشائش، ممكن أطيح بطين، ولذلك تركت الأمر هذا إلى موقع يعني واضح. العجيب في الأماكن، يعني شوف مدى بعدها عن المدن، بعيدة جدا، مع ذلك تلقى منازل مثلا موجودة وناس قاعدين، وكل منزل تلقى عنده موقف باص. مثلا شوف هذا موقف باص حق هالأرض، عرفت، حق الأرض الموقف. يعني لاحظت كل فيلا فيها موقف وعلامة باص، هل هو باص مدرسة أو شيء، أنا ما أدري. بس يعني تفصيل جدا جميل. ها حجي شلونك؟ والله قمت اشوف لحيدك الطاير. ها بس يود البوكشه مضبوط، لا تطير منك تروح بعد الهدايا. شوف هذا مدخل على بيوت، شفت، وهذا موقف باص، لاحظ هذا مدخل بيت، شوفه، هذا موقف باص، شيء مرتب. شوف بريد، مدخل، موقف. بس بيني وبينكم بعض الطرق خطرة، يعني شوف المنحدر شلون حافة الطريق، يعني ما عندك حارة أمان، يعني أي خطأ لا سمح الله شيء تروح في المنحدر. يعني الحذر واجب في طرق فنلندا، شوي صعبة، فيها ارتفاع، أتوقع من بسبب الثلج أو شيء رافعين الأرض يمكن. شباب احنا الحين شفنا حيوان الرنة، وشفنا سانتا كلوز يا معانا كاهو، خلاص احنا وصلنا الشمال، ما بقى شيء يا شباب، ما بقى شيء، فات الكثير ولم يبغى الا القليل، ونكون في رأس الشمال، اعلى نقطة في الكرة الارضية. هانت هانت، يعني شوف يمكن الليلة هذه نكون في النرويج نبات، الليلة الثانية بإذن الله، بإذن الله احنا خلصنا هدفنا ويكون المشروع خلص يا شباب. عدل عدل يا ذولا، عبروا علينا شي فجأة بالشارع. فيهم خطورة شوي، عرفت اللي ينطون بالشارع مو عارفين وين يروحون، وهم مدودهين ويدودهونك وياهم. اعتقد اننا فوق نهر او بحر، ندخل صوب البحر او النهر وليكن. يا عيني يا ولد شنو هذا، ما شاء الله
والله طريق جميل. عجل ايش رايك؟ خوش مكان دشينا عليه. وين انت بتحدق انت؟ يا معود مو وقت حداق. الله يعطيك العافيه. شنو هذا السد هني؟ طال ماي شلون خابط؟ طال ماي تحت وهذا فوق. يا سلام. لا لا ليش نزلنا تحت؟ روح فوق. في موقع حطيته كذي فوق على البحر وهذا فوقف فيه شوي. مشينا مسير ساعة ونص حلوين. Not bad man. هذه طلعة تودينا فوق. اوبا very good. هذه سدود صدق. هذه مثل البحيرات متصلة ببعض محطة كهرباء. اخاف انهم قاعد يستخدمونها عشان طلعون منها كهرباء. والله ممكن why not. اوف رود no problem. اوف رود جيد. الموقع اعطاني افرود. روح استراحة دشيت فيها للحين 17 كيلو افرود. يلا ان شاء الله تكون استراحة جيدة. وانا اصلا ودي ادخل بوسط الغابة عرفت، وفي يادة مثل هذه ممتازة. انا ما شفت يادات، فهذه اليادة ممتازة. يلا باقي كيلوين على الموقع. يا تخليك جاهز. تصدق انا
انا من زمان ودي ادخل بين الاشجار هذه، ما كان في ادات مناسبه. هذه اده مناسبه ان الواحد يدش، بل ممتاز يا ولد. حيوان رمى شوفه. الو، الله بالخير. بين الاشجار هذه قاعدين. طريقنا يسار ولكن مغلق مع الأسف. افا، ليش مسكرينه؟ يمكن ما يبون احد يجي. خلاص حسافة والله. هذا فيو قاعدة شفته مطل جميل، بغيت اياه قعد فيه، ما صار نصيب. حسافة والله، يعني بالصور خوش فيو المكان، بس يمكن الناس يروحون له، وهذولا قاعد اشوف ملاك قاعد يقصون الخشب وكذي، خاف ما يبون احد يجي المكان. وانت ليش ما تخبرنا ان مغلق المكان؟ ما عندك خبر؟ شو فيك انت دخت؟ والله كأنك دايخ. ترى عادي احنا ندخل افرود يا الحبيب، فلا تدوخ. الو، ايه قوم قوم. وقفنا هني شوي بهذه الحداقه، شوفوا قاعد يحد قوم في هذا المنظر الخيالي والرسم الخيالي يا شباب. كابتشر الصفحه وخلها والبيبر مال الديسكتوب، ايش رايك؟ ولا تبي معها الغيمه كذي؟ لا كذي كذي تبي كذي؟ لا لا كابتشر كذي كذي كذي، كابتشر كذي عشان تشوف كل البرامج، او كذي عشان تحط برامج تحت وفوق، او تبي نخفف لك غيوم مثلا. خلنا نمشي، والله وقفة حلوة هني. هذا دراج جاي. والكمان خلنا نواصل طريقنا، فما زال أمامنا 400 كيلو. هني في محطة كهرباء، أتوقع هذا السد اللي قاعد نشوفه قاعد يستخدمونه في توليد الكهرباء للمنطقة أو المزارع أو شيء من هالقبيل. يعني هذه محطة بعدين طالعة منها هذه الأسلاك، شايفينها؟ أو تغطي الطريق. بس هنا كان في فيو حلو أنا شايفه بالخرائط، بس يوم وصلت حاطين حديدة نفس هذه اللي توه ورابطينها بسلسلة، يعني لا حيروح.
شفنا غزال. غزال هو شنو غزال؟ حيوان الرنة. شوفه هلو، الله بالخير، تعال. راح بين الأشجار تلقى منهم. حيوان فريد من نوعه في هالمنطقة. وصل للمحطة الثانية، هذه المحطة اللي شوف الماي هني كأنه فاير، كأنه يعني هذا أكيد قاعد يولد ضغط، عرفت؟ شوف الكرفان وين واقف، موقعك استراتيجي يا ولد كذا. ما عندك مموش، عدس، معدس، مربين. وصلنا الى الطريق العام. يلا شباب ليتس جو، نكمل طريقنا. دربك خضر يا الحبيب. وصلنا محطة الاستراحة، ولكننا لا نحتاج لنكمل الطريق. شوف هذا الإشارة حق أعمال الطرق، نفس اللي صار معنا بروسيا تذكرون، يوقفونهم يعبرون ذيل بعدين يفتحون يعبرون الطرف الثاني، يسوون جسر جديد اكبر اكبر من هذا. او بيخلونه حارتين يمكن. العالم هني وايد رحلات كرفانات عندهم. طبعا هي الدول الاسكندنافية كلها شيء واضحهم بسبب الأجواء والبرودة، فيحبون هذه الأشياء. باقي أوروبا ما تلقى نفس الأجواء، يعني الباقين أجواءهم حارة. يعني التي على فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، شاي دول حارة أصلا. إذا هني مثلا 25، هناك كم؟ هناك قاعد أتكلم عن 30 يمكن أكثر. نحن في مدينة على ما اعتقد، بس ما انتبهت عليها، ما حطيتها ببالي لان مار مرور. يعني انا اشوفها اغلبها فنادق ومحطات وشكلها استراحة، عرفت؟ يعني استراحة، مدينة استراحة كذي حق اللي رايحين شمال او شيء، او اللي موجودين بالشمال.
يا ولد انت سواقتك فيلم. انين الشعب تحس انه بارد بالقيادة، تحس بارد عرفت؟ عادي يعني يمشي 20 و30 و باردين حيل. شوف يعني الحين ما حد قدامه يقعد ساعتين يلف. هذه المنطقة نفس ما قلت لكم كلها خدمات، عرفت؟ أدوات كامبينج، كرفانات، بيع كرفانات، تصليح شاليهات، والوضع هني كله أدفنشر. حتى دبابات فيه، شفتهم دبابات. غير الكرفانات والتخييم، كل مكان طبعا فيه تخييم. قاعد اشوف دراجين، يعني قمت اشوف دراجين في هالمكان. يا عيني السماء تغيرت، صارت السماوي الحقيقي، عرفت؟ مو ازرق ولا ابيض مغبر، سماء سماوية فاتحة جميلة. شوف الدراجين، شوف واحد لوحة فنلندية، هذاك الثاني قدامه، وفي بعد واحد ثالث قدام. يقول لي غادر روح. Thank you. هني اغلب الحوادث تدري شنو؟ يدعمون ارنب او سنجاب. والله مسكين تو سنجاب داهسينه. افريكا توين. هذا تيم ليدر. يا تيم ليدر انا ادري قاعد تسولف ويا ربعك بالسينة، فلا تستهبل علي لو سمحت. ادري لوحتك مكتوبة اللي متى قل لي يا كامل وصوفك. وراك جراندايزر يا تيم ليدر، وراك جراندايزر، افتح شوي بعد الكوع، افتح يلا سامحناك. ما شاء الله يا شباب المكان خيالي، والرايد روعة. رايد بس
وبيوت يعني ما شاء الله نظيفة مرتبة. يا تيم ليدر وراك جراندايزر افتح. لا تعطلنا يا ولد. يا عيني شوف يا ولد شوف كله كذي بس شنو زرع ويعني بس الطالع عرفت حدك الطالع بس او عندك طريقة يعني تروح اماكن تخيم نو بروبلم يعني تقدر تروح اماكن تخيم ولا شيء موجود بس انك الطالع فيو حلو بس النهاية شوف زرع وثائر صعب يعني انك توصل الا اذا في اسكلة او موقع مثل هذا ممكن تحصل مكان تقعد فيه. جميل جدا 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 المكان جدا جدا يا شباب. يعجز لساني عن الكلام ولكن طريقنا ما زال طويلا يا سادة ولذلك اتركونا ما دامت الشمس في الأعلى اتركونا نقطع أكبر مسافة ممكنة نحو الشمال. يعني وين وصلنا الآن؟ أعتقد هذا حسب الخريطة جسر فوق يعني كله جسور فوق هذه البحيرات الواسعة. كافيه كوفيه تسلا فنلندا منتشرة تسلا بس انا اتمنى ان ما تنتشر وان شاء الله تفشل وما تتطور هذه السيارة بعدين راح تنجح تتطور بس ان شاء الله لا ان شاء الله. او فارس واده بالتنمية اي نعم ما بيتطور انا ريال مصلحة بلدي اولى. يا اخي انا استغرب من هذول الاخوان اللي يشترون اسهم في شركات السيارات الكهربائية لا يتنافسون السهم ارتفع وهذا وقاعد تصدر سيارات وانتاج المبيعات. يا رجل لازم تفشل هذه السيارات لازم يفشل هذا المشروع هذا راح يأثر على ميزانية دول الخليج راح يأثر على اقتصادها. نجاح هذه المركبات راح يخفض الطلب على البترول بالتالي راح يأثر على الاقتصاد. لا ايش دعوة عبارك يعني بس السيارات ايه اوكي مو بس السيارات ندري طيارات او غيره لكن السيارات بتفهمني يعني بتفهمني انه ولا شيء مثل ذاك اليوم واحد يقول لي لا ابو فارس يعني السيارات ما تأثر. يا حبيبي سيارات العالم هاي كلها مليارات تعادل زاريون طيارة اي طيارة وطيارتين تعبيهم بنزين العالم كله قاعد يشتغل بنزين باكر اذا صار عندهم سيارات كهرباء والدنيا كهرباء بنزينك هذا اقل شيء راح يقل الطلب عليه فلازم ما حد يستثمر في هذه المنشآت. وانا مستغرب ان شلون دول الخليج قاعدة تستثمر وتحط وتدفع في هذه المصانع والشركات هذه لازم ما يعني ما تساعدونها لان هذه بالاخير اذا نجحت راح تأثر عليكم سيارات كهربائية
طيارات كهرباء، باكر بترولك خله عندك، ما حد راح يشتري منك. والبترول اغلبه بالدول الإسلامية، من دول الخليج الى شيشان. فأتمنى يعني ان شاء الله، يعني انا اتمنى الخير للجميع، بس هذا اعتقد انه مضر اكثر ما هو مفيد. وطبعا اغلب المصانع هذه كلهم كذابين، اغلبهم كذابين، اغلبهم يعطون احصائيات غير صحيحه، يعني تسلا هذه اكبر كذبه بالتاريخ، بالتاريخ اكبر كذبه والله، مدخولها اكبر من مجموع فولكس واجن وفورد وجي ام مجتمعين. وين قاعدين احنا؟ شنو هالتهريج هذا؟ شركة توهي طالعة ما باعت لها 200 سيارة، و يعني مو منتشرة بدول العالم، وقاعد تبيع ما صار لها سنة، ما ادري توهي ناشئة، تيتا بتقارنها بفورد وفي جي ام؟ لا، هي بعد قيمتها السوقية اعلى منهم مجتمعين بعد. يعني شوف الشيء المضحك، تسلا طبعا تاخذ فلوس هؤلاء الناس تصنع لها اللي تقدر عليه، اللي هو 10 سيارات، ما ادري 100 سيارة حدها ما هي قادرة تصنع بالغصب بعد، والباقي تروح هي تستثمر فيهم وتعطيهم، لا ما تعطيهم ارباح بعد، تقولهم السهم يصعد، سهم يصعد، سهم يصعد وينزل، وهم ما ياخذون ولا فلس، قاعدين كذي ناطرين السهم مرتفع. السهم مرتفع مو من انجازات شركة، سهم مرتفع لان الناس قاعد تحذف فلوسها عليه، وراح تي قيمتها الحقيقية تالي، خلي يستوعبون البشر وترجع قيمتها الحقيقية اللي هي طبعا تحت جي ام وغيره، لان جي ام الحين داشة بالسيارات الكهرباء، وفورد داشة بسيارات الكهرباء. اذا انتجت جي ام سيارات الكهرباء وفورد سيارات الكهرباء، سلم على تسلا حبيبي، قل لها باي باي وسلم على سهمك، هذا واقع يعني. ف مهما طال كذب تسلا، مصيره بيبين الكذبه مالتهم. الحين يطلع لك واحد ابو فارس انت تتكلم عن تسلا، ما تدري تسلا اهي واهي واهي. انا قاعد اشرح لك يا ابن الحلال، انا ما قاعد اتكلم عن المصنع والسياره، سيارة ممتازة وقوية بعد وأبهرتني، أنا مو هذا اللي أتكلم عليه، أنا أتكلم عن أنه مستحيل هذه السيارة اللي توهي طالعة أو المصنع اللي توه طالع ينافس شركات عظمى صار لها قرون عقود قاعدة تشتغل، فهمتني؟ هذول عقود قاعد يشتغلون، ما وصلوا قيمتهم السوقية قيمة هذه السيارة، ومجتمعين بعد، فهمت علي؟ فهو براند، هذا براند بس طلع وبس، مو قيمته الحقيقية، هذا اللي أقصده. أنا ما أقصد المصنع والسيارة، المصنع والسيارة ممتازين وسووا عمل جبار. تيجى الشباب مشينا طريق يبي لي بريك وقهوة. الله، تعال تعال، شلون صاير الفيو هني؟ خندش بايكرية، يا عيني تنزل ليل بحيرة، بس احنا ما نريد يابا ننزل. جراندايزر ما بي شدة. ماذا تقصد جراندايزر ما فيه شدة؟ لا لا، مو قصدي. هل تقصد انني ضعيف لا اتحمل؟ لا، اتغشمر. تطعن بي وتقول اتغشمر. اتغشمر والله. هذه ما فيها غشمرة يا ابو فارس. انا لاني مو شارب قهوة، هنشرب قهوة إن شاء الله الأمور زينة. طيب اشرب قهوتك وخليك ساكت، لا تتغشمر مرة ثانية. صار طال عمرك، حين اشرب قهوة وتم ساكت. ما له داعي تسيء لي أمام المتابعين.
وانا ما اسد لك، انت شفيك حساس زياده عن اللزوم، اتبشمر معاك امزح معك. هذه ليست مزحه، انا اعتبرها اساءه. والله يا جراندايزر انا توني ادري انك حساس كذي، لا تصير حساس زياده عن اللزوم. غير مقبول، نسيت خدماتي لك وكيف عبرت فيك مصعب.